تقدر تقول لي انا فاضل لي ايه في الدنيا دي؟ اخاف عليه ولا اعيش علشانه؟ ولا حاجه. يبقى اموت وانا مستريحه بعد ما اكون خدت بطاري وخلصت عليه بايديا دول. شكر السيوفي بني ادم مستاهل اعتماد. انا بحذرك من اي جنان ناويه تعمليه، لانك لا هتقدري توصلي له ولا حتى تمسي شعره منه. كل اللي هتعمليه هترجعي نفسك بنفسك السجن مره تانيه، تتحرمي من رؤيه بنتك. صدقنا ربنا اكرمنا وخلاك تشوفيها اليومين دول. بشوفها وانا قلبي قايد نار، نفسي اخدها في حضني واقول لها يا بنتي انا امك. مش قادره. ابوها عايش على وش الدنيا، مش قادره اكلمها عنه لانها فاهمه انه ميت. ولا هو قادره اجيب له سيرتها لانه عارف انها ميته. قول لي يا استاذ، في عذاب في الدنيا اكتر من اللي انا فيه؟ في عذاب في الدنيا اكتر من اللي انا فيه؟ ايه يا اعتماد، لعلمك انا مش ساكت زي ما انت فاهمه. شكر السيوفي ده قضيتي انا قبل منك انت مختار. انا عندي الف سبب يخليني اسعى وراه عشان انسفه نسف. انا دلوقتي عندي ناس بيدوروا في دفاتره القديمه وضروري هلاقي حاجه. انا متاكد ان شركه المقاولات دي ستاره بيخفي وراها بلاوي تانيه كتيره، ومسيره يقع في ايدي. مختار برضو قال لي كده في جوابه، بيقول ان الراجل الكبير اللي بينزل مصر على طول في شغل قال له ان شكر السيوفي وراه بلاوي كتيره. بيقولوا ظهر كده فجاه ومحدش عارف جاب الفلوس دي كلها منين، عشان كده طلب مني اجيلك واترجاك ما تغفلش عنه ثانيه واحده لحد ما نعرف ناخد حقنا منه. اطمني يا اعتماد، اطمئني، انا مش محتاج اي توصيه في الموضوع ده. قولي لي بقى، سوسن ما جاتلكيش؟ ولا شفتها من يوميها يا استاذ. الخاله مش زي الام، الخاله مش زي الام يا استاذ. صدقيني يا سوسن، ده كان احساسي بيكي من اول يوم شفتك فيه. حسيت ان هيبقى في شيء كبير بينا وبين بعض يربطنا ببعض العمر كله. حتى قبل ما اتاكد من احساسي وشعوري ناحيتك، واحلم بانك تكوني الانسانه اللي تشاركني عمري كله. عارفه، الحاجه الوحيده اللي كانت شاغله بالي وتفكيري هو ازاي وامتى افتحك في الموضوع ده. لغايه ماما بقى ما سبقتني وفتحتك فيه. يا سلام يا سيدي، يعني عايز تفهمني ان مش انت اللي طلبت منها تكلمني في الموضوع ده؟ صدقيني ابدا، كل الحكايه اني صرحت ماما من فتره باعجابي بيكي واني بتمنى فعلا انك تشاركيني عمري كله، بس ما كنتش متوقع ابدا انها تفتحك في الموضوع ده بالسرعه دي. الست والدتك ست عمليه جدا جدا، لما تنوي على حاجه تخلصها اوام اوام، ما عندهاش وقت تضيع في المقدمات. عايز اسمع منك انتي قلت لها ايه بالظبط؟ يعني ما قالتلكش؟ قالت لي طبعا، بس عايز اسمعها منك انتي يا سوسن. عايزني اقول لك ايه؟ انا كل اللي قلته ان الموضوع ده في ايد عمتي وان الكلام فيه يبقى معاها هي، ده اللي قلته بالحرف الواحد. ما هو الكلام بالشكل ده معناه انك انتي شخصيا موافقه. يعني موافقه على اللي تقوله عمتي كده يا سوسن؟ طب ودي حاجه تزعلك؟ يا هانم يا هانم، مفيش داعي للزعل ده كله. البنت ما تعديتش، دي كبرتك، قالت لهم روحوا كلموا عمتي. ايوه الموضوع في ايديها، انا اللي عايزه اكلمك قبل اي حد فيهم ما يجيلك. عايزه اقولك انا مش مستريحه للناس دول، وطبعا الكلمه الاولى والاخيره لحضرتك. لا مش ممكن ده يحصل، البنت دي لازم تجيني حالا حالا، تسيب كل اللي في ايدها وتجيني حالا، فاهمه؟ ايوه قول لها انا اللي قلت كده، سامعه؟ خلاص اقفل السكه، اقفليها كده يا سوسن، كده يا سوسن تعمليها. لو كانت رافضه كان ممكن تتحجج باي حجه، الدراسه، الكليه، ما بفكرش في الموضوع ده دلوقتي. لكن كونها تقول كلموا عمتي
معناه انها شخصيا موافقه وما عندهاش اي مانع. مش عارف يا ماما، مش عارف، ما قدرتش احس النهارده من كلامها معايا بحكايه انها موافقه دي. يبقى من خيبتك التقيله، يبقى لغايه دلوقتي ما قدرتش تسيطر عليها وتملى دماغها. ما هو انت يا ماما اللي اتسرعتي وكلمتيها في الموضوع ده من دلوقتي، كان لازم تاخدي رايي في الاول. ما كنتش عارفه انك خايب الخيبه دي كلها، كنت فاكره انك خلاص مليت ايدك منها. لا 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 يا ماما، البنت دي مش سهله زي ما انت فاهمه. ساعات بحس انها بحر، بحر غويط ملوش قرار. بس بلاش كلام فارغ، انت اللي خايب. ومع ذلك هي مش قالت كلموا عمتي؟ خلاص الاسبوع الجاي ليك عليا، اروح انا وانت السرايا لصفي ناس هانم، وسيب الموضوع ده انا اللي خلصه. ارتاح. ايه بس اللي خلاكي تقولي لها يا داد؟ ما كنا نستنى لما هم يروحوا يكلموها وهي تبقى تتصرف معاهم. كانت بتسال عليكي وعلى اخبارك، ما قدرتش اخبي عليها حاجه زي كده. ده انا يا دوب لسه ما كملتش الكلمه ودي راحت مفتوحه فيا، ما بقتش عارفه ارد عليها بكلمه واحده، وقعدت تصرخ في التليفون وتقول البنت دي لازم تجيني حال، وراحت قافله السكه في وشي. هو ده اللي انا خايفه منه. ازيك يا معلم؟ يا اهلا وسهلا يا ست هانم، الحمد لله على السلامه. ده الست الهانم الكبيره مستنياكي فوق على نار، ده انت وحشاها قوي. طب يا عم عبد. عمته عمته، انت جيت يا بنت؟ ازيك يا عمته، وحشتيني موت، وحشتيني قوي. ايه ده يا عمته، دي مقابله تقابليها لي دي للدرجه دي؟ ما وحشتكيش يا بنت؟ الكلام الفارغ اللي بتقوليه الروحية ده. بقول لك دادا روحية قالت لي انها سافرت العزبة النهارده الصبح. فجأة كده؟ غريبة قوي، ده انا كنت معاها امبارح. ما قالتليش ليه انها مسافرة. معقولة؟ معقولة تكون راحت تقول لعمتها على موضوعك وتاخد رأيها؟ ده لو صح الكلام ده تبقى مش موافقة وبس، تبقى موافقة وفرحانة كمان. لحقت يا بنت؟ ده انت ما بقالكيش في مصر 3 اشهر على بعضيهم، لحقتي تنسي كل اللي علمتهولك طول عمرك؟ كلام ايه اللي بتقوليه ده يا عمته؟ ومين قالك ان انا واخده موضوع الشريك ده باي اهتمام من اصل؟ امال ايه الحكايه؟ فهميني، ليه ما رفضتيش رفض صريح لما كلموكي في الموضوع ده؟ اتحركت يا عمته، اتكسفت من طنط فريده، وبعدين الشريف ده انسان ما فيهوش اي حاجه تعيبه عشان ارفضه كده من غير سبب. كلهم كلاب، كلاب مسعوره، ولا يمكن هسمح لاي واحد منهم يمس شعره منك طول ما انا عايشه. لازم كلهم يترموا تحت رجليكي وتدوسي عليهم بجزمتك واحد ورا التاني وترفضيهم. انا مش فاهمه يا عمته، انت مزعله نفسك قوي كده ليه؟ اذا كان شريف مش عاجبك خلاص نقول له لا. كان لازم انت اللي تقولي لا من نفسك، مش تستني لغايه حضرتك ما تيجي لغايه هنا عشان انا اقول لك لا. امال كنت بعلمك ايه، بحذرك من ايه طول عمرك؟ انت يا بنت، يعني انت عايزاني اعمل ايه دلوقتي؟ تكلميني بصراحه وما تكذبيش عليا، تقولي لي شعورك ناحيه الولد ده ايه بالظبط؟ ولا حاجه يا عمتي. وهو متعلق بيا جدا، ده كان هيتجنن عشان يسمع مني كلمه واحده تطمنه اني موافقه عليه. جميل، جميل قوي. يبقى يا بنت هنقبل الخطوبة. نعم؟ خطوبة وبس، هنعمل خطوبة وبس لحد أنا ما أقول خلاص كفاية، اتبهدل بما فيه الكفاية. بعد كده ترموله شبكته وتخرجوه بره بره. يعني ايه الكلام ده يا عمته؟ مش فاهمة. يعني يجي الولد هنا يوم الخميس الجاي هو وأمه علشان يقابلوني، وبلغيهم ان انا وافقت على الخطوبه، خطوبه وبس. الف مبروك يا سوسن، الف الف مبروك، ده اسعد خبر سمعته في حياتي. انا نفسي مش مصدقه، ما كنتش اتصور ان عمتي توافق على الموضوع ده بالسرعه والسهوله دي. يا سلام، ليه بقى يا ست سوسن؟ هو انا عريس سيء للدرجه دي في نظرك؟ ما تفهمنيش غلط يا شريف، المساله ملهاش دعوه بيك انت او غيرك، هي المساله مساله مبدا. عمتي كانت رافضه مجرد الكلام في الموضوع ده الا لما خلص الجامعه، بس يظهر بقى انها ما قدرتش على زعل طنط فريده. فكرتيني بطنط فريده، اكيد الدنيا كلها مش هتساعها دلوقتي لما تسمع الاخبار الجميله دي. الف الف مبروك يا سوسنتي يا حبيبتي، الف مبروك يا نور عينيا، ده انت كنتي عند عمتك امبارح علشان كده؟ يبقى يا طنط فريده انا
يا ماما يا ماما يعني لازم تكسفيها؟ اطلعي انت منها يا فوزي، سوسنتي حبيبتي لا يمكن تتكسف من طنط فريده ابدا، في بنت تتكسف من امها؟ بقول لك ايه بقى يا ماما؟ عايزين نعمل ترتيباتنا علشان يوم الخميس الجاي. طبعا يا حبيبي، الف الف مبروك، الف مبروك يا حبيبتي عروسه ولا كل العرايس، ربنا يتمم بخير يا رب. طمن يا بابا، انا نفذت اللي حضرتك طلبته مني بالظبط. مش عايز يكون الموضوع ده له اي تاثير على دراستك يا ابني ابراهيم. انا عارف انك راجل وقد كلمتك، ما تخلينيش قلقان انا ووالدتك عليك. انا كويس يا بابا ومنتظم في الدراسه والحمد لله كل حاجه ماشيه كويس. الحمد لله، ربنا يكملك بعقلك يا ابني. شام تسلم ايدك يا محمود يا ابني، خلاص خليه تعال هنا جنبي. قول لي عامل ايه؟ الحقوق صعبه، شد حيلك. احنا بنعمل اللي علينا والباقي على ربنا يا عم. قول لي اخبار سوسن ايه في الكليه؟ كويسه الحمد لله يا عم. واللي اسمه شريف عاصم ده مش معاكم في الكليه برضه؟ ايوه عمي، بس هو سابقنا بسنتين. ايه رايك فيه؟ قصدي تعرفه كويس؟ اكيد سوسن عرفتك عليه. الحقيقه انا ماليش اختلاط بيه قوي، وبتهيألي برضه سوسن ما عدلهاش اختلاط بيه. ازاي بقى؟ تلاقيك انت اللي ما بتشوفهاش، ما هي ما بقتش فاضيه. في يا بابا؟ حضرتك عارف حاجه مخبيه علينا؟ وهخبي ليه؟ عمتك بعتت لي امبارح عشان تقول لي ان اللي اسمه شريف عاصم ده هو والست والدته جايين عندها الخميس الجاي عشان يخطبوا سوسن، وعايزاني اكون موجود. انا مش عارف مستعجله على ايه. قعدت احاول افهمها ان لسه بدري على الموضوع ده، والبت برضه قدامها دراستها وكليتها، مفيش فايده، مصممه. قال ايه؟ الست والده العريس صاحبتها وما تقدرش تزعلها. وسوسن موافقه على الموضوع ده؟ امال حاجه زي دي تتم غصب عنها؟ هم حرين، احسن عمتك دي دماغها ناشفه، وانا ما احبش اخد ودي معاها في الكلام في مواضيع زي دي بالذات. المهم انت مش هتيجي الخميس والجمعه الجايين عشان تشوف والدتك؟ دي محلفاني اقول لك الكلام ده. طب بعد اذنك يا عمي انا هخش اخد حاجه للصداع، احسن عندي صداع جامد قوي. اتفضل يا ابني سلامتك. بعد اذنك يا بابا لحظه واحده. محمود يا محمود بتعيط يا محمود؟ اهو ده اللي انا كنت خايف منه. انت بتقول تروح فين؟ محمود 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 يا على محمود محمود رايح فين يا محمود؟ محمود محمود استنى، محمود رايح فين؟ بعد اذنك يا محمود اتفضل. محمود استنى، محمود رايح فين يا محمود؟ محمود هي ايه الحكايه يا ابراهيم يا ابني؟ ما هو صاحبك ده؟ مش عارف يا بابا، ربنا يستر. من فضلك يا استاذ عبد المجيد لو سمحت، انا عايز اعرف مين الشخص ده؟ مين الشخص المهتم بأمري كل الاهتمام ده؟ مين اللي بيدفع لي مصاريف اقامتي ودراستي؟ مين؟ ما انا سبق قلت لك الشخص ده شرطه الوحيد ان انت ما تعرفش، وانا بنفذ تعليمات. وانا اسف جدا يا استاذ عبد المجيد، انا لو ما عرفتش مين الشخص ده انا هرجع البلد فورا وهسيب الجامعه وهسيب الدراسه. طب اهدى يا محمود، اهدى واحد. مين يا استاذ عبد المجيد؟ ارجوك قول لي مين. صفي ناس هام مش كده؟ ايوه ايوه هي صفي ناس هام. ارتحت؟ عشان خاطري ما تزعليش مني يا خالتي، ما تعرفيش انا حبيتك قد ايه ونفسي اجي اقعد معاكي كل يوم، بس انا اليومين دول حاسه اني تعبانه، حاسه اني حياتي ملخبطه والدنيا كلها مكركبة فوق دماغي. سلامتك يا حبيبتي، سلامتك من التعب والحيرة ومن أي حاجة وحشة في الدنيا. إيه العريس اللي حكيتيلي عنه مش عاجبك؟ مش عارفة. مش عارفة إزاي يا سوسن؟ لا يا بنتي، ده جواز، يعني لازم تبقي عارفة متأكدة كويس قوي إذا كنتي عاوزاه ولا لأ. اوعي يكون حد ضغط عليكي عشان تقبليه غصب عنك. حد زي مين يعني؟ عمتك مثلا؟ هي المشكلة كلها في عمتي دي. ايه؟ هي اللي عايزة تغصبك على الجوازة دي؟ بالعكس، دي ما وافقتش الا ما عرفت ان انا موافقة.
امال ايه المشكله يا حبيبتي يا بنتي؟ حيرتيني معاكي. يا دي حكايه طويله قوي، يمكن احكيها لك في يوم من الايام عشان تقولي لي اعمل ايه. ارجو ان انا ما اكونش ازعجتك يعني. اقعد. من ساعه ما كلمتني وانا قاعده مستنياك. في ايه؟ مالك؟ بقول لك اسماعيل صاحب ابنك سيد لسه مقابله دلوقت وقايل له اني شايف محمود طلع على بوابه السرايا هناك. معقول ينزل البلد ويطلع السرايا الاول قبل ما يجي هنا اهو؟ ايوه يا ابا، انا كمان مش مصدقه الموضوع ده خالص. جايز يا اختي الواد بيحلم. على العموم سيد طلع على هناك يسال عبد الغفير ان كان الكلام ده صدق ولا كذب. صدقيني يا هانم، انا في منتهى الاسف والندم على كل كلمه قلتها لحضرتك دلوقتي. مش عارف يمكن غبائي ولا احلامي الغبيه شطحت بيا بعيد وخلتني اتصور ان انا ممكن يبقى ليا مكانه في حياتها. واللي شجعني على كده موقف حضرتك الكريم معايا بعد ما خدت الاعداديه وكنت مهدد ان انا ما اكملش دراستي. موقف ايه؟ انا اسف يا هانم، انا اللي ضغطت على الاستاذ عبد المجيد علشان اعرف منه كل حاجه. عشان كده انا جيت لحضرتك النهارده علشان اقول لك اشكرك. بقول لحضرتك كفايه خلاص، لاني قررت اسيب الجامعه وارجع البلد هنا تاني اعيش مع خالتي وجوز خالتي وادور بقى على اي شغلانه علشان اقدر اساعدهم، لان هما كمان تعبوا معايا. وكفايه بقى. ايه ده؟ انت مجنون يا ولد؟ ايه التخريف اللي انت بتخرفه ده؟ ليه ده كله علشان ايه؟ علشان خلاص يا هانم، ما عادش في اي مبرر ان حضرتك تصرفي عليا لغايه ما اخلص. مين اللي قالك ان انا بصرف عليك؟ وبعدين افرض، مين اللي دخل في دماغك ان انا بعمل معاك كده عشان سوسن ولا غيرها؟ عبد المجيد رسلان هو اللي قالك كده؟ لا لا يا هاني، ما تظلمهوش، هو عمره ما قال لي حاجه زي كده. ده انا اللي بالعافيه قدرت اعرف منه ان حضرتك صاحبه الموقف الكريم ده معايا. امال جبت الكلام ده منين؟ ما انا قلت لحضرتك ان احلام الغبيه هي اللي خلتني اتصور الموقف بالشكل ده، وانا بعتذر مره تانيه. تعتذر عن ايه يا مجنون انت؟ اسمع، انت تطلع من هنا على مسرح حالك، بكره الصبح تكون في كليتك، ومش عايزه اسمع منك الكلام الغبي ده مره تانيه. انت ولد متفوق وقدامك مستقبل كبير قوي، اوعى تتنازل عنه بسبب اي حد، فاهم؟ صدقيني يا هانم، انا ما كنتش قادر احلم باي حاجه تانيه في حياتي، ما كنتش مهتم بالمستقبل لاني بقيت اخاف منه، لاني متاكد انه هيبقى امتداد للفشل واليأس والحرمان اللي عشته طول حياتي. غبي غبي، ده انت طلعت ضعيف جدا. خلاص يعني، اللي كنت بحلم بالمستقبل عشانها خلاص راحت. تعالي تعالي اقعد جنبي. تعالي بص لي كويس. زمان من سنين بعيدة مش عارفة عددها غلطت الغلطة اللي انت عايز تغلطها دلوقتي. اديت قلبي من غير حساب، رجع لي مطعون مطعون وبينزف دم. فضل ينزف 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 لحد ما مات جوايا، وعشت عمري كله بعد كده من غيره. جثة من غير روح. عايز تعيش زيي يا ولد؟ جثة من غير روح؟ اسمع يا ولد، أنا حبيتك، حبيتك أنت بالذات لأنك كنت بتفكرني بقلبي، قلبي الطيب الضعيف الرقيق اللي الطعن اللي رجالي بينزف في اللحظة اللي كان فاتح فيها دراعاته عشان يستقبل الحياة بحب. لكن عاش بعد كده وعشت معاه جثة هامدة. أنا ما كنتش عايزة اللي حصل لك ده يحصل لك أنت معاها بالذات.
ما كنتش عايزة يحصل كده. سامحني. ايه ده يا سفينة زهان؟ انت بتعيطي؟ بقى معقول في السرايا لغاية دلوقتي؟ احنا بقينا في نص الليل. يابا بقول لك ان عبد الغفير قابلني وقال لي ان هناك في السرايا من بعد العشاء. يبقى اكيد يا ابني رجع على مصر. رجع على مصر؟ كده كده برضه يا محمود. عشان يا حبيبه امك تبقوا تصدقوني. زي ما قلت لك يا ولد، مش عايزاك تخيب ظني فيك. عايزاك بعد 3 سنين من دلوقتي اذا عشت وكان لي عمر اسمع انك بقيت محامي كبير او وكيل نيابه قد الدنيا. لكن البنت المجنونه دي تسيبك منها خالص، ما تفكرش فيها دلوقتي. والموضوع اللي انت عارفه ده مجرد خطوبه، انا لسه ما قلتش رايي فيها. وخطوبه لمين؟ واحد حقير ما يسواش وهيستاهل كل اللي هيجراله. فهمت؟ حاضر يعني، تحت امرك. بس انا يعني بعد اذنك مصمم لسه على الطلب اللي انا طلبته من حضرتك من شويه. طلب ايه؟ ان اعتبر كل المبالغ اللي حضرتك اديتها لي واللي لسه هتدفعها لي دين في رقبتي، هسدده ان شاء الله بعد ما اشتغل. يلا خلاص انت حر، اتفلق، اعمل اللي انت عايز تعمله. يلا امشي، روح وراك كليه الصبح. انا مش عارف اقول لحضرتك ايه. كتر خيرك. فين يا جدع انت؟ ده كلام برضو؟ اطمن يا سيدي، لسه عايش. ما انا عارف ان انت لسه عايش، انما كنت فين؟ في البلد. في البلد؟ طب وايه اللي رجعك في ساعه زي دي؟ ما بقيتش ليه عند خالتك؟ يا ابراهيم انا ما روحتش البلد من اصله. الله، امال كنت فين؟ معقول تكون رحت ابراهيم؟ ارجوك يا ابراهيم، ارجوك، انا تعبان، تعبان قوي، نفسي انام سنه. سيبني ارتاح وبعدين الصبح نبقى نتفاهم. ابراهيم انا مش ناقصاك انت كمان، انا عملت ايه يعني عشان المرشح اللي انت مدهوني ده من الصبح؟ بذمتك من جواكي كده بينك وبين نفسك راضي على اللي انت عملتيه في البني ادم ده؟ انا عملت فيه ايه؟ انت هتجنني؟ وانا كنت عمري وعدته بحاجه ولا كان في بيني وبينه اي شيء؟ ضروري يعني تكوني وعدتيه وعد صريح باي شيء؟ انت متاكده من مشاعره ناحيتك وسمحت لنفسك انك تلعبي بمشاعره دي عشان يفضل متعلق بيكي اطول فتره ممكنه، وانت عارفه ومتاكده انك مش هتبليه نفس الشعور في اي يوم من الايام. ده بقى الكلام اللي هو قاله لك وجاي عشان تسمعه لي؟ محمود ما بيخبيش عني حاجه يا سوسن. انت متاكده انه حاول يحط حد بشعوره ناحيتك، لكن انت ما كنتش بتساعديه. كنت ازاي بتعرفي بكلمتين كده تخليه يرجع تاني ملك ايديكي؟ يعني الحق عليا اللي ما كنتش عايزه ابقى سخيفه معاه؟ يا ريتك عملت كده، على الاقل دلوقتي ما كانش حد يقدر يلومك. انا ماشي، متشكره قوي على الكلام اللي سمعته لي ده. مع السلامه. لو سمحت واحد ليمون. الله، انت يا ابني ايه حكايتك بالظبط؟ انت عايز تجنني ولا ايه؟ ايه ايه اللي حصل تاني؟ ولا حاجه يا ماما، ولا حاجه، مفيش اي حاجه. ما دام حضرتك شايفه ان مفيهاش حاجه يبقى خلاص مفيهاش ولا اي حاجه. بسم الله الرحمن الرحيم. في ايه يا بنتي؟ مالك يا سوسن؟ بتعيطي ليه حضرت العياد ده كله؟ في ايه يا بنتي؟ كلميني. مفيش يا دادا، بس اصلي خلاص حاسه اني تعبت، حاسه اني في دوامه، واخدان البير ملوش قرار، مش عارفه اهرب منها. انا خلاص خلاص قربت اكره نفسي. طب بس يا حبيبتي بس، لا حول ولا قوة إلا بالله. قولي لي يا بنتي، إيه بس اللي حصل وخليك تزعلي بالشكل ده؟ احكي لي يا بنتي، احكي لدادا حبيبتك. في إيه يا حبيبتي؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الأستاذ محمود شاكر عبد الرحيم موجود؟ أيوه موجود. حضرتك؟ لا، طب ثانية واحدة أديهولك. شكرا. محمود، 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 في تلغراف عشانك. حضرتك
حضرتك الاستاذ محمود شاكر عبد الرحيم؟ ايوه. التليغراف عشان حضرتك، ممكن تديلي هنا لو سمحت؟ ايوه. شكرا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مالك يا محمود؟ في ايه؟ عم فرج مات. مات يا ابراهيم. يا اما كفاياك، حرام عليك كفاياك يا عياط يا اما، عشان خاطري حرام عليك اللي بتعملي في نفسك ده. ابوك يهدبكي عليه يا عمرو كله ينعمي. ده كان راجل، كان ابويا واخويا وكل دنياتي. يا مراري من بعدك يا فرج، يا مرارة وحدتي في دنيتي من بعدك يا فاطر، يا مرارة في دنيتي يا فاطر، يا مرارة. ما حرام عليكي كفاية، كفاية حرام عليكي. الله يرحمه كان نفسي يشوفك قوي يا محمود قبل ما يموت. عارف انك ما كنت هنا في السراي، فضل سهران لحد الفجر على امل انه يشوفك. يلا نصيب بقى، محدش يجي لك في وحش يا استاذ ابراهيم. كلوش لازمه التعب والله. تعب يا سيد؟ ده كلام؟ ده واجب يا راجل. بعدين البركه فيك وفي الوالده، ربنا يجعل مثواها الجنه ان شاء الله. امين يا رب. امين. معلش يا ابراهيم، لازم اخش اوضتي استريح شويه. بعد اذنك. اتفضل يا محمود. الله يرحمه كان بيحب محمود قوي، كانش يعز حد في الدنيا زي محمود، ولا كان يسمح لحد يدوس له على طرف. هطمن اللي هي خالته. الباقي في حياتك يا خالتي. حياتك الباقي يا ابن اختي. تعبت نفسك ليه؟ ما انا بغير المشوار. مش كده ياما، ملوش لزوم الكلام ده دلوقتي. على رأيك ملوش لزوم، وهو كل من كان بيعمل بأصله. تزعلش منها يا محمود، خالتك معذورة برضو. هنقول ايه بقى؟ الظروف الغريبة ولا سوء الحظ؟ هو اللي خلاك في المرة الوحيدة اللي تنزل فيها البلد وما تعديش عليهم جوز خالتك يموت. وايه بس في حياتي مش غريب؟ ايه في حياتي بس مظبوط يا ابراهيم؟ تقدر تقول لي اذا كان غبائي ولا احلامي المجنونه ولا السراب اللي انا ضيعت عمري كله وانا بجري وراه؟ حب فتاة السرايا الجميله اللي مسحت بيا البلاط، اخر ده كله تنكري للناس اللي جميلهم عليا وفضلهم غرقني، تقصيري في حق الرجل الوحيد اللي حبني من قلبه ومات وهو زعلان مني. كان نفسه يشوفني ابراهيم، كان نفسه اشوفه. سامحني يا عم فرج، سامحني. عيط عيط عيط، حن دموعه بتبقى هي الهروب الوحيد للإنسان من العذاب اللي ما يقدرش يتحمله. عيط كمان. كان عندي استعداد ابات على الاقل، يعني كنا نقضي يوم زياده مع سيد عشان ما يزعلش. انا مش عارف ايه اللي خلاك تصمم ان احنا نرجع في الوقت المتاخر ده كده. احسن
خلاص بقى انا ما كنتش قادر استحمل نظرات خالتي ومعاملتها ليا. وبعدين يا اخي انت مش عندك كليه بكره الصبح؟ لا يا سيدي، الورق بتاعي لسه هيروح هندسه عين شمس بكره. هندسه عين شمس؟ انت برضه عملت الحكايه دي؟ كلها هندسه. كل ده عشان ما لو كان بعد المكان بيناس يا صاحبي ما كانش حد غلب. هو ده الحل اللي قدرت اوصله دلوقتي علشان ما قدرتش اوصل لحل غيره. الف مبروك يا سوسن، الف مبروك يا حبيبتي. الخميس اللي جاي ده على طول ان شاء الله حبيبتي. ربنا يا بنتي يتمم لك بخير وينولك كل اللي بتتمنيه ويجعلك يا رب من المسعدين في الدنيا. خالتي يا ريت تكوني مقدرة الظروف اللي أنا فيها. طبعا أنا كنت أتمنى من كل قلبي إنك تكوني معايا في يوم زي ده، بس أنت عارفة سيبك مني أنا، ما تخليش أي حاجة في الدنيا تفسد فرحتك. ده أنت مجيتك عندي النهاردة عشان تقوليلي على ميعاد خطوبتك يسوى الدنيا وما فيها. بس طمنيني عليك الأول، فرحانة يا سوسن؟ ولا فرحانة ولا زعلانة. تبقي ما بتحبيهوش وما بكرهوش. وهو بيحبك جدا؟ وايه اللي مخليكي متاكده قوي كده؟ كلامه طبعا. مصدقاه يا سوسن؟ وما صدقوش ليه؟ ما حاولش مره يسالك اذا كنتي بتحبيه ولا لا؟ سالني كتير. وقلتي له ايه؟ قلت له بحبك. بالكذب يا بنتي؟ علشان يرتاح ويبطل زاد على دماغي من حكايه الحب دي. خساره، ده الجواز اللي عن حب بتبقى فرحته كبيره قوي وبيعمر ويدوم. ده انا وبابا ده انا وجوزي خدنا بعض عن حب. شفنا في الدنيا كتير قوي كتير، وعلى قد ما قسينا في حياتنا على قد ما كنا سعداء، لأننا كنا متأكدين إن مفيش أي حاجة في الدنيا هتقدر تفرق بينا غير الموت. وحتى الموت ما بيفرقش بين الحب الصادق. الحب ده حتى بعد الموت بيعيش. كان نفسي يا بنتي ما تربطيش حياتك غير بإنسان تحبيه ويحبك. الحب ضعف، وأنا ما أحبش أكون ضعيفة، وتعلمت طول عمري ما أكونش ضعيفة أبداً قدام أي شيء خصوصاً الحب. خلي بالك من نفسك يا سوسن، خلي بالك يا بنتي. فرصة سعيدة جداً يا صادق من اللي شفناك الليلة دي، من سنين طويلة ما حصل لناش الشرف ده. ألف مبروك يا هاني، ربنا يتمم بخير. ميرسي. مبروك يا عريس. الله يبارك فيك يا فندم، متشكر قوي. هي سوسن اتأخرت كده ليه؟ منها نازلة، ما تقلقش قوي كده. عن إذنكم. اتفضل. ازيك يا متر؟ أهلا أهلا صديقي. عقبالنا ولادك. اتفضل. أمال الهنم فين والعروسة فين؟ العروسة من ساعة ما رجعت من الكوفير وهي فوق مع صافي نازل. ايه رأيك في اللي بيحصل؟ رأيي وبعد رأي الهانم في رأي، أنا مش مصدق إنها أكون وافقت على حاجة زي دي. والله ما أنا مصدق. أهي وافقت على رأيك مع اللي في مخها هي اللي تمشيها. أهلا 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 ولادك يا عبد المجيد بيه. أهلا 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 الهانم، إزي حضرتك؟ ما تطلع تشوف إيه الحكاية؟ الناس ابتدت تقلق، بقالها ساعة فوق من ساعة ما رجعت من الكوافير. ايه رايك بقى يا عمتو في القمر ده؟ شفتيه قبل كده؟ ايه الحكايه يا صافي نفسي؟ الساعه بقت 9، ازاي شكري اتاخر التاخير ده كله؟ انا مش عارفه يا بابا، كلمتوه في البيت؟ كلمناه في البيت وفي كل حته. من فضلكم يا جماعه لحظه واحده، احنا متاسفين جدا، مضطرين ناجل الفرح الليله دي لظروف طارئه. العروسه جالها تعب مفاجئ ومضطرين ننقلها المستشفى. عمتو عمتو مالك يا عمتو؟ في حاجة؟ انت جاهزة
ثابت؟ ايوه جاهز. قدامي قدامي. يلا الله يبارك فيك. يلا يا فريدة قولي لابنك يلبس البنت الشابة. حاضر شيرين. خدي يا حبيبي لبس خطيبتك الشبكة. حاضر يا ماما. برافو عليك يا ولد، كنت هتخيب ظني لما كنتش جيت. نفست اللي في دماغك يا فريدة. على العموم ألف مبروك. بس على فكرة انت ما طلعتيش ناصحة المرة دي. طبعا قفلت بإيدك باب الكنز اللي كان مفتوح لك. معقولة؟ معقولة يا شكري؟ أنا مش مصدقة اللي بسمعه ده. تجننت يا راجل؟ تواخد الموضوع جد بقى. ده انا كنت فاكرك بتهزر. معقول تحط نفسك قصاد صفيناز رستم تاني؟ مش خايف من اللي ممكن تعمله فيك؟ دي سوسن دي عندها الدنيا وما فيها. ايوه كده تعدل وفوق. يعني ايه انت نسيت الميعاد اللي انت مديهولي عشان الشغل اللي بينا بعد بكره؟ الله لا ده بعيد قوي. ايوه يا شكري بس انت ما قلتليش انك انت مسافر. طيب طيب يا شكري هستنى منك تليفون. مع السلامة. يخرب عقلك يا دي الراجل. ده انت مجنون بصحيح. سوسن سوسن انا اسعد مخلوق في الدنيا. انا خايف اكون بحلم. انا مش مصدق ان اللي حصل ده حصل فعلا وان اجمل احلامي اتحقق وبقيتي خطيبتي. لا صدق يا سيدي ما الدنيا فيها العجب كده برضه يا سوسن. على العموم شكرا شكرا. انت زعلت؟ انا بهزر معاك يا اخي. عارفه يا سوسن ساعات بحس ان الكلام الغريب اللي بتقوليهولي ده مش هزار وانك قصداه فعلا وبجد. ما افتكرش انك ممكن تصدق احساسك ده والا اسمح لي بقى يبقى عيب في حقك انك تسيب نفسك ترتبط بيا للدرجات ده احنا بقينا مخطوبين لبعض. عندك حق لكن انا اللي مطمني ان احنا لسه في اول الطريق مع بعض. يعني لسه ما عرفناش بعض كويس وفهمنا بعض لكن مع الوقت كل واحد مننا هيبقى زي الكتاب المفتوح قدام التاني وهنفهم بعض كويس ونعرف بعض اكتر ومفيش حد مننا هيسيء تفسير اي كلام يقوله. طب ممكن اقولك على حاجه بقى وما تفسرهاش اي تفسير غلط؟ قولي. انا عايزه اروح. ليه بس يا سوسن احنا لحقنا قعدنا ولا القعده مش عاجباكي نغيرها؟ شفت بقى اديك ابتديت في التفسير الغلط اهو. طيب يا ستي قولي لي انت التفسير الصح. تعبانه مصدعه عايزه اروح. حاضر حاضر تحت امرك. شكرا اتفضلي. بنتي في حياتها شيء مش طبيعي يا أستاذ. ليه بتقولي كده؟ من كلامها من الحكاية اللي حكيتها لي عن خطيبها. تصور ما بتحبهوش ومع ذلك وافقت تتخطب له والأدهى من كده كبت عليه وقالت له إنها بتحبه. ما تشغليش بالك سوسن عارفة كويس هي بتعمل إيه. بس مش سعيدة مش فرحانة كده فرحة البنت اللي بتتخطب لأول مرة وفرحانة بحياتها ومستقبلها زي أي بنت في سنها. ده
لان سوسن ما عاشتش حياه طبيعيه. اتربت في حضن انسانه مريضه، انسانه مسكينه، كل ما اساتها في الحياه انها سلمت قلبها وحبت بكل اخلاص انسان طلع ندل جبان حقير دمرها. قصدك؟ ايوه قصدي صفينا زينب. ياه ازاي تاه عن بالي الحكايه دي؟ يا دوبك بس افتكرتها. انت حكيت لي زمان حكايه صفيناز، بس انا وقتها ما كنتش واعيه ولا داريه باي كلمه تقولها لي. كان كل همي ان بنتي تلاقي سقف تعيش تحته وما يكونش مصيرها الشارع بعد اللي جرى لنا وابوها. بس اللي انا ما قلتوش مين الشخص الندل الجبان الحقير اللي عمل كل ده. مين؟ مين يا استاذ؟ شكري السيوفي. شكري؟ شكري السيوفي؟ يا فندم قلت لحضرتك شكري بيه مشغول جدا النهارده، وكفايه بقى اللي حصل لي بسببك. قلتي له فريده سالم عايزاه؟ ايوه، وزعقني وطردني بره مكتبه. مبسوطه؟ لا عايزني فجأة كده اقطع علاقتي ببوسي طني فريدة وسوسن كمان. ده انت حتى ما خلتنيش احضر حفل خطوبتها. مها، ما تخلينيش اندم على اني عملتك طول عمرك على انك صديقتي مش بنتي، وسمحتلك انك تناقشيني في كل كبيرة وصغيرة وكل كلمة قلتها لك. وانا طول عمري مقدرة ده يا بابا، وعمري خطر ببالي ولا حيخطر في بالي اني اكسر كلامك ابدا. بس عايز اعرف ايه موقفك المفاجئ ده من الناس دول. اولا طنطك فريده دي طول عمرها حقوده واستغلاليه، وما تعرفش الناس اللي عشان مصلحتها هي وبس. حاولت تعمل معايا مشاريع وهميه ملهاش اول ولا اخر علشان تكسب من ورايا قرشين، وما يهمهاش طبعا ان انا اخسر ما اخسرش، ما يهمهاش. ولما رفضت زعلت وعملت حكايه. اما بالنسبه لسوسن فدي حكايه قديمه بقالها سنين طويله، وبرضه بسبب فريدة وتطفلها على حياتي دخلتني في مشاكل لا أول لها ولا آخر مع عائلة سوسن، مع عمامها وعمتها بسبب الأرض والمشاريع وغيره، واتضح لي إن هما لسه شايلين لي لغاية دلوقتي. وكان فين الكلام ده كله يا بابا لما عرفتني عليهم؟ وإزاي تسمح إن يكون في بيني وبينهم أي علاقة وإنت عارف عنهم الحاجات دي كلها؟ إنت عارف إن أبوك طيب وبينسى. لما فريدة جت زارتني في المكتب بعد السنين الطويلة دي اللي أنا ما شفتهاش فيها ولا أعرف عنها حاجة، ولما عزمتني أنا وإنتي عندها في البيت، قلت لي لأ، يمكن يكون الزمن والأيام غيروها. وكنت فرحان علشان اتعرفتي على بنتها عشان تسليكي هنا في مصر بعد ما سبت كل أصحابك في اسكندرية. ولما شفت سوسن عندها في البيت ضحكت عليا وأكدت لي إن أهلها خلاص نسيوا اللي كان بيني وبينهم، لكن اتضح ان كل كلامها كان كذب في كذب، وانها كانت بس بتجر رجلي علشان ترجع تلعب معايا ألعبها بتاعت زمان. باختصار لقيتها ولقيت كل الناس اللي كنت فاكر ان الزمن غيرهم، هم زي ما هم، حقدهم عليا هو وكرههم ليا هو. قلت ليه نبعد احسن وننسى خالص اننا شفناهم من اصله. فهمتي؟ فهمت يا بابا، فهمت. بالمناسبة ايه اخبار الولد اللي اسمه ابراهيم زميلك في الكلية ده؟ اطمن يا بابا، ابراهيم ساب الجامعة خالص ونقل اوراقه من مدة الهندسة عين شمس. بكرة بعد كام سنة نفتكر الايام دي ونقعد نضحك عليها نقول كانت ايام. العائلة صاحبي اللي يبص لقدام للي جاي مش للي راح. عندك حق يا صاحبي، بس للاسف اللي جاي تملي بيبقى ابن اللي راح. عمر المستقبل ما بيفلت ابدا. احنا اللي هنخليه يفلت المره دي يا محمود. لازم ننسى الماضي ده، نمحيه من حياتنا، نتولد من جديد ونحلم بمستقبل جديد نبتدي من النهارده. من النهارده يا محمود مش من امبارح. يا ريت نقدر يا ابراهيم، يا ريت. باذن الله هنقدر يا محمود، وهتشوف، هتشوف مع الايام.